أهلا بحضراتكم من جديد. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إطلاق تقرير التنمية البشرية يوم الثلاث اللي فات قال إنه بحيرة المنزلة حجمها 250 ألف فدان، وكانت ممكن تعتبر منطقة غير صالحة، لكن الدولة المصرية تدخلت لمعالجة التلوث البيئي، وده ما حصلش يمكن من 500 ل 600 سنة فاتت. أحمد عبد الصمد كان موجود ورصد كل العمليات اللي بتتم من تطوير وإزالة التعديات اللي حصلت في بحيرة المنزلة، كان موجود هناك امبارح. خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اللي أحمد صوره. تعتبر منطقة غير صالحة. أنا عايز أخدكم تروحوا تشوفوا ال 250 ألف فدان اللي ما أتصورش إن في حد في الدنيا تدخل لمعالجة التلوث البيئي. بعد تحدي التنمية الشاملة للبحيرة اللي قررته الدولة في مايو 2017، الوضع بقى عامل ازاي؟ أربع سنين مرت على تطوير بحيرة المنزلة، أربع سنين مليانة بتحديات ومتغيرات كتيرة، لكنها عملت نقلة حقيقية على الأرض. أربع سنين خلونا لازم نيجي هنا علشان نشوف إيه اللي بيحصل على الأرض. ما هو اللي سمع غير اللي شاف، واللي شاف غير اللي جه هنا على أرض الواقع. هنا في بحيرة المنزلة هنحاول نعرف المتغيرات اللي حصلت على الأرض إزاي انعكست على واقع وحياة آلاف من الأسر من الصيادين. الخير رجع من تاني، ورجعت معاه الابتسامة على وشوش الصيادين اللي من بينهم جمال الجعيدي اللي اتولد وعاش هنا على خير بحيرة المنزلة يجي أكتر من 65 سنة. سعادة كان السبب وراها رجوع الطيور المهاجرة وأكتر من 20 نوع من الأسماك المختلفة اللي اختفت لسنين بسبب تردي الأوضاع في بحيرة المنزلة. حاجة يا جمال، عاوز أعرف منك بحيرة المنزلة كانت إيه وأصبحت إيه؟ أقول لك بحيرة المنزلة الأول كانت متاخدة حوالي نص البحيرة متاخدة، لما نزل فيها والموزة البلطجية زغروها من 750 ألف فدان إلى حوالي 300 فدان أو 300 ألف فدان أو 350 فدان. النهاردة رجعت كما كنت ونضفت، بس لسه في إيه مرحلة تانية في النظافة هنا في حتة اسمها إيه الجنكة هنا للنظافة، بس هي البحيرة نضفت الوقت يعني 100 100. البلطجية انشالوا، ما عادش ولا واحد بلطجي ساعة ما الرئيس السيسي مسك. بيقولوا الرزق هنا او رزقكم هنا كان مختلط بالدم، يعني ما كلمه مختلط بالدم دي يعني احنا بقى بقول لك خايفين من الحراميه والبلطجيه اللي كانوا فيها، اللي هم الجماعه اللي كانوا ماسكين العلاوي اللي اخدين العلاوي دي كانوا كلهم بلطجيه، اخدين العلاوي والبلطجيه مش ناس طيبه يعني تشغلك يعني يقول لك اشتغل ماشي، لا اطلع يا ابن فلان، اطلع يا ابن كذا، اطلع عشان ما معاكش يعني موتك. بروح ماشيين منها رزقنا يعني سمكتين كانوا بيجوا في العلاوي وبيوقفوا في الغاب. كنا ننزل، كنت بخطس الاول، بخطس لما كنت اخش عند العلاوي كان بكروشينا بضرب النار والتهذيب والشتايم. ليه بتغطس؟ ليه ما كنتش بتنزل بالمركب؟ لا الاول كنت بخطس غطاس بشتغل على الشباره الخضراء، كنت في الاول بغطس. لما العظمه كبرت شويه جبت ماتورش اتغير اهو واشتغل اكل عيالي. عندك كم عيل بقى؟ خمسه. جوزت بنتين وولدين. خمسه غيرك انت والحاجه يعني سبعه افراد عيلتك؟ سبعه. جوزت اربعه
لسه معايا واحده في الكليه. اتجوزت اربعه يعني شغلانه الصيد دي بتكسب. لا مش قوي، انا طلعت الكويت مره والعراق مره، لفيت والسويس بسرح فيها كتير، بورسعيد بسرح فيها، ما بخليش هنا ادخن تخين هنا في المطريه مكسب. ويوم ما يقول انا جبت 50 60 جنيه. 50 60 جنيه ده قبل كده لما البحيره بقى وسعت وميه الصرف وميه الزراعه والكلام ده كله اتشال، رزقكم فرق؟ في ناس بتفرق معها، في ناس بتفرق معها. ايه بقى؟ في مراكب بتجيب ربنا بيكرمها واللي نشب ربنا بيكرمها، اللي زي حالتنا بالمكنه بالعيد دي يعني بتجيب لي في الليله مثلا 200 جنيه او 250 جنيه. بس ما بصرف 150 جنيه بنزين. ولكل شيء رضا. ما كانوش بيجوا قبل ما البحيره تتكرك وتطهر. البنزين صفيحه ب 150 جنيه النهارده. بفضلك 100 جنيه انت والمكنه بتاعتك. لو المكنه عطلت اي حاجه فيها بتاخد 700 800 جنيه. لو عديت المرحله دي اسبوع ولا اثنين انت بتجيب لك مثلا 1000 جنيه. طب خد بتاع نور. في مراكب صيد دلوقتي اللي هي مراكب الرزق، ليه ما قدمتش عليها؟ ما فيش عليها؟ لا ما اتعودتش، انا ماشي لوحدي على طول. من يوم ما بس الدوله عامله دلوقتي مع المجتمع المدني حاجه اسمها مراكب الرزق، بيديك مركب مجهز بموتور اكبر شويه يجيب لك الرزق الازيد. انت يمكن الشباب. طب انت شباب لسه برضه يا حاج جمال، ولادك بقى. ولادي في ولا مؤاخذة واحد فاتح دكان في السوق كده بيبيع اي حاجه، والتاني مدرس رياضه وماهوش شغلانه. مش شايف شغلانه بس يعني انت مطلع اساتذه ده 100 100 والاخرانيه دكتوره. تاني طب لسه ما اتجوزتش. اه راحت ثالثه طب السنه دي والصلاه على النبي. كلمني على السمك بقى، السمك اختلف لما البحيره اتطهرت ونطفت؟ السمك هو هو بس يعني احلوت شويه، كبرت شويه. كبرت، اللي بيشتغل بالمصدر بالشبار بيشتغل بالشبار الدور، بيشتغل بالجمبري بيشتغل بالكابوريا بيشتغل. دلوقتي الوضع بقى عامل ازاي؟ الوضع 100 100. احنا بنبص الوضع بتاعنا اللي احنا ارتحنا في البحيره. الوقت لو انا نعست في البحيره ما خافش. الاول كنت امشي وانا خايف. الوقت مية مية. البلطجيه خفت. خفت كتير. اخر مره اللي هم الناس اللي اتمسكوا دول اللي كانوا واخدين ولا مؤاخذه الجهاز، الحكومه لمتهم واحد واحد. انتوا خايفين لما قالوا هيدخلوا الدوله هتدخل هنا وتغير من البحيره وتكرك؟ في ناس خافوا قالوا هيطلعونا. لا لا بصراحه ما حدش هيطلعنا ولا حاجه، ما نعملش حاجه. انا كده ولا كده لو طلعت انا خلاص على كده المعاش بتاع السنه الجايه اول واحد. ايه اللي نفسك فيه؟ انا نفسي اعلم بنتي والحمد لله رب. مش عاوز من حاجه من حاجه الا من ربنا. انا مصاريف تعليمها جاهزه معاك الحمد لله. لا والله لا والله يعني هي جايه لسه الجمعه اللي فاتت عاوزه بتقول لي شقه ب 750 جنيه تسكن مع زمالتها. في جامعه ايه؟ المنصوره. مش راضيه تخش اللي تروح وتيجي او عاوزه تبقى هناك في بيت طلبه؟ في بيت طلبه. فراحت ما عجبهاش البتاع راحت مقدم من مدينه. تطهير بحيرة المنزلة ورفع كفائتها حقق عوائد اقتصادية للمواطن الصياد، تأثير بشكل مباشر، وده اللي حصل لأكتر من 30 ألف صياد وأسرهم. أغلبهم كانوا خايفين لمجرد سماع كلمة تغيير. ما هي دي السمة الأساسية لأي تغيير في مصر. لسه خايف والله العظيم لسه خايف. بس اللي حصل وابتدى يحصل أنت كنت تحلم بيه في يوم من الأيام؟ لا ما كنتش أحلم. أنا كنت في يوم من الأيام لما قالوا البحيرة دي هتكبر كده وهترجع زي زمان لأهلها الغلابة أنا ما كنتش مصدق. كان حلم بالنسبة لي. ما شفتش أجمل أيام زي ما أنا عشتها النهاردة، واللي يرجع للفضل السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي طهر بحيرة المنزلة وشاف الصيادين والإنتاج اللي هو عمله. أشكره جدا على الإنجاز اللي هو عمله. لا السمك عاد ما شاء الله، عاد ما شاء الله حلو على الهواء. إيه اللي اختلف؟ اللي اختلف عاد أطماع حدا في البحر. البحر نطفت من الفقاعة والحاجة دي. يعني أنت مبسوط بقى عندك زبون دلوقتي بيشتري وهو مطمن؟ حتى الزبون اللي بيجي بيسأل بتاع ماء حدا ولا ماء زي الأول، بنقول له بتاع ماء حدا. الماء عادت حلو على الأول. البحر نطفت دلوقتي ما عادش في حد بيتكلم معانا بالنسبة لأصحاب الشغل. يعني بنشتغل في أمان دلوقتي. أستاذ محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بنرحب بيك في صباح الخير يا مصر. الباشمهندس مجدي زاهر المدير التنفيذي لبحيرة المنزلة، بنرحب بحضرتك يا فندم. وهبدأ مع حضرتك، في 2017 ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استلمتم بحيرة المنزلة علشان يتم إعادة تطهيرها وتكريكها وتوسعتها وإزالة التعديات. البحيرة كانت 175 ألف فدان تقريباً، النهاردة بنتكلم في أربع سنوات وصلنا ل 250 ألف فدان. عاوز أعرف على القطاعات الثلاثة اللي شملها المشروع بشكل عام وأعمال التكريك والتوسعة وصلت لحد فين؟
تمام حضرتك، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة واستعادة كفاءة بحيرة المنزلة السابقة عادة، تم التوجيه للهيئة العامة للتنمية الثروات السمكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تم تطوير إزالة 35 ألف فدان عبارة عن تعديات وغاب وبشنين وورد نيل، ادى توسعة للبحيرة، وعامل تكريك برضو للبحيرة، مخطط 185 مليون متر مكعب، وصلنا الوقت ل 102 مليون متر مكعب، أي بنسبة 75%. طبعا ده ادى سريان للمية، عمل تحسن بيئي وتحسن نوعي. التحسن البيئي ده ادى نوعية جديدة من السمك دخلت بحيرة المنزلة. التحسن النوعي ده طبعا ادت السريان الماء في البحيرة جددت بكثافة عن طريق البواغيز من البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة المنزلة. وإحنا بنتكلم على بحيرة المنزلة، يمكن من أكتر الحاجات اللي كانت بتقرق الصيادين اللي موجودين هنا وبتؤدي للتلوث، بنتكلم على التلوث سواء كان تلوث زراعي أو تلوث صناعي، ويمكن التلوث الصناعي هنا كان المصارف الخاصة ببحيرة البقر. تمام. إيه اللي عملتوه فيها؟ تمام يا فندم، تم تحويل كان أكبر تلوث لبحيرة المنزلة مصرف بحر البقر. نعم. تم توجيهات القيادة السياسية بعمل محطة معالجة ثلاثية بشرق التفريعة وتحويل مسار بحر البار إلى سيناء لزراعة 250 ألف فدان هناك بمية الصرف الصحي والصناعة والزراعة. نعم. لمنطقة ترعة شيخ جابر بسيناء. وطبعا دلوقتي المية في البحيرة هتبقى مية ممتازة، لا مش فيها إلا مية صرف زراعي فقط لا غير، والبحر الابيض المتوسط. يعني فكره تعظيم الاستفاده، يعني حتى الصرف. أيوة. الصناعي اللي كان موجود تحول. تم معالجته. تمام. علشان يتم بيه زراعه. تمام. عايز اعرف المحطه دي وصلت لنسب تنفيذ لحد ايه؟ نسب تنفيذ ان شاء الله 100%، وهيتحول بحر البار اتفتح ان شاء الله في القريب العاجل يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. طيب حضرتك اتكلمت على فكره الانواع الجديده اللي دخلت من الاسماك، الأسماك. بعد ما تم رفع كفاءه البحيره يهمني اعرف ايه الاسماك الجديده اللي دخلت هنا، وازاي كان في مردود اقتصادي تحديدا على المواطن بدخول الاسماك دي لبحيره المنزله، ونسب الانتاج وصلت لكام في الميه النهارده وكانت كام في الميه؟ كانت طبعا في السابق كان كلها بتعتمد على سمكه القرموط والبلطي فقط لا غير. النهارده لما دخلت البوغيز فتح قنوات شعاعية للبحيرة أدت إلى والتكريق عمق البحيرة، دخلت أنواع جديدة زي القاروص والدنيس والبوري العظيم والطبارة إلى بحيرة المنزلة. دي أسماك جديدة على بحيرة المنزلة، من 2017 بدأت الأسماك دي تخش بحيرة المنزلة. أروح لأستاذ محمد حمص، يعني كرئيس مركز ومدينة المطرية، ايه دوركم هنا لحمايه بحيره المنزله؟ يعني في تضافر زي ما قال الباشمهندس لكل اجهزه الدوله سواء كانت المعنيه او غير المعنيه لتسهيل وتذليل كافه العقبات اللي موجوده علشان نوصل النهارده للي احنا شفناه، المشهد الجميل الرائع اللي موجود من خلفنا ده. دوركم لمنع اعاده التعديات مره ثانيه؟ ما توقفتش الاعمال التنميه على ازاله التعديات فقط، لا، احنا من ضمن المشروع تنفيذ الحزام الامن اللي هو عباره عن طريق دولي، طريق يربط ثلاث محافظات بعض، الدقهليه مع دمياط مع بورسعيد، وبيربط مدينه الاساس بدمياط وصولا الى محور 30 يونيو. بيقطع البحيره من النص، هو بيحط شاطئ بحيره المنزله. نعم. ووصولا الى محور 30 يونيو، يعني ما اقدرش يعني مساحات كبيره من شاطئ بحيره المنزله، لان الهدف الاساسي منه هو وقف التعدي نهائي بعد الطريق، وما استكفاش بكده، اللي احنا دلوقتي في دراسه بتتعد وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه والهيئه العامه للثروه السمكيه لمشروع تطوير الواجهه المائيه بعد انشاء طريق الحزام الامن بنطاق محافظه الدقهليه للثلاث مراكز. مطاعم طول 80 كيلو الطريق الحزام الامن طوله 80 كيلو، او بيربط بين مدينه الاساس بدمياط وصولا الى محور 30 يونيو. اما بالنسبه لمحافظه الدقهليه، احنا بنعمل منطقه ترفيهيه كمان، لا دي هتبقى في حدود الثلاث مراكز اللي في محافظه الدقهليه اللي هو مركز الجماليه والمنزله والمطريه، هيتم انشاء كورنيش ترفيهي، هيتم انشاء خدمات ترفيهيه زي المطاعم زي الكافيهات للشباب، وبرضه في مقترحات انشاء اسواق لخدمه المدينه سواء اسواق بورصه اسماك لبيع الاسماك واسواق لبيع الاسماك بالتجزئه، وان شاء الله باذن الله في انشاء مراين صيد للصيادين بحيث هيتنشا اكتر من مارينا. في كلمه حضرتك قلتها مش عاوز يعني اعديها ولا تمر مرور الكرام، فكره انشاء اسواق، لان هي الحكايه مش فكره تطهير وتكريك فقط، احنا زي ما اتعلمنا او زي ما اتعودنا في المشروعات القوميه اللي بتدخلها الدوله هو بتعمل تنميه شامله، بيكون الهدف
توزيع عادل للتنمية ما بين كافة أبناء الجمهورية بشكل عام، فإيه أهمية بس المناطق التجارية اللي بتتعمل؟ هل دي لها مردود اقتصادي؟ مش بخلي مجرد الصياد يكون صياد أرزقجي زي ما بيقولوا باليومية، لا هو ليه مكان كمان بيبيع فيه؟ ده برضو في إطار تنمية الصياد، واللي هو برضو يلاقي مكان مناسب له يبيع فيه السمك بتاعه بسعر الجملة. ولا مش هنكتفي برضو ببورصة أسماك، لا هيتم عمل سوق بيع سمك بالتجزئة، بحيث المواطن المطري أو المواطن في محافظة الدقهلية عامة لما يخش السوق يلاقي سوق حضاري متطور يعرف يشتري في السمك، يعرف يلاقي أنواع جديدة من الأسماك اللي ظهرت في حتة مازالة تتباع في الأسواق الحضرية دي. وإن شاء الله يتم إنشاء مجمع كبير لصناعة المراكب، دي هتحد بالنسبة في المشاكل محافظة الدقهلية، بالنسبة اللي احنا ما عندناش مكان مخصص لصناعة المراكب، ده ان شاء الله هيبقى في مقترح استغلال الواجهة المائية للأراضي الناتجة عن انشاء طريق الحزام الأمن، بحيث ما تتهدرش المساحات الكبيرة دي ويرجع يحصل عليها تعديات مرة اخرى وتكلف الدولة مصاريف إزالة التعديات. هو في مجهود كبير هيكون على عاتقكم بمجرد استلام المساحات ان شاء الله، والمساحات دي بشكل عام ان شاء الله باذن الله. فهنا لو بنتكلم على الاستلام اروح للبشمهندس مجدي، علشان هو دايما كان مدير تنفيذي بقى والمسؤول على التنفيذ هنا في البحيرة. عاوز اعرف الجدول الزمني اللي موجود للانتهاء من كافة الاعمال، سواء كانت تكريك او توسعة او غيرها، وهل من المستهدف اللي هي توسع البحيرة عن 250 الف فدان؟ الحزام الامن ده نهاية العمل فيه 31/12/22، ده عملية التكريك برضو. الحزام الامن ده هو اخر المراحل، هو والتكريك، التكريك برضو 31/12/22 وصلنا نسب تنفيذ، نسب سواء تنفيذ كان تكريك او توسعه. التكريك وصلنا نسبه 105 مليون متر مكعب من اصل 185، نعم يعني بنسبه 65%. حاجه اخيره برضه عاوز اعرفها من حضرتك، احنا واحنا بنتكلم على بحيره المنزله ككل كان في تعديات حضرتك طبعا، نسب التعديات اللي تم ازالتها وصلت 5060 حاله تعدي. مفيش حالات ازاله دلوقتي تاني او تعديات؟ لا دلوقتي خلاص البحيره بسم الله ما شاء الله ما عادش فيها ولا حاله تعدي. يعني 5060 حلم ما كانش حد ينتظره ان شاء الله. 5060 حاله 12/2022 هيكون تم الانتهاء من كامل كل بحيره الاعمال المنزل. في بحيره المنزله يعني مجهود كبير ومجهود جبار، يعني بنشكركم باسم الشعب بقى بالمجهود اللي انتم بتعملوه، وبنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. الله يخليكم فندم، الله يكرمك. شكرا. الاستثمار في الانسان والارتقاء بمستوى معيشته هدف كان وراه تخطيط ودراسه علميه شامله لتعظيم الاستفادة من بحيرة المنزلة، لأجل استغلال البحيرة لاستغلال الأمثل، استغلال بيحول الصيادين فيها لأشخاص منتجين، ومن هنا بدأت الملحمة اللي تضافرت فيها كل جهود الدولة. كل ده خطوة من خطوات كتير نفذتها الدولة ولسه بتنفذها علشان تحقق بيها أجندتها في التنمية الشاملة. ما هي 2030 مش بعيد، مصر بتسعى لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار، بتسعى لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري بيعيش على كل شبر من أرض مصر.